حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنه فان جاء صاحبها والا فشانك بها قال فضاله الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضاله الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها